عليكم. علي انت؟ وعليكم السلام. انا حكيت معك من شوي مشان السياره. شو معك سياره؟ جولف معلم جولف. انا ذكرتك لو وصل راسي قلت لك شو عم بصير معك. بتعرف صوت المحرك بيزعج عن جد بيزعج. صوت كثير قوي ولا كان بيطلع معك صوت؟ معلش يا جماعة تسمعوا السيارة هون قريبة بس إذا في مشاكل تنطرني خمسة دقايق بس لحد الشغل اللي بيدي بس ماشي أنا راح انتظر طبعا ماشي معلم دور السيارة من معروف إيه معلم طمن هاي في صوت بالكوبري فيليا معلم بالشو؟ بقلب الموتور من جوا في هذه اللحظة يتم الدخول إلى عالم فانتازيا لإيجاد كذبة تناسب عملية النصب هذه. في شيء اسمه بستون وتحت البستون في اسمه شيء اسمه كاربن فيلي. ايوه. تعرفوا شيء شو الكاربن فيلي صار؟ لا ابدا. احسن يعني. عفوا. سلامتك. طيب قد ايه بكلف هذا؟ بتحكي بال 500 يورو تقريبا. بتخلص معك اليوم؟ لا اليوم صح. تحطها عندي وتروح تفل. ماشي انا بس بدي اخذ خذ اغراضك كلها من السيارة وحطها هون. 500 يعني والله غالي شوي ها؟ 500 لإلك شريك. إذا غيرت بالشركة مؤخرا روح اسأل برا أنا عندي 500 ما بعمله شو هي قلت لي شو اسمها؟ كوربن فيلي أساسا أيوة يلا ماشي معلم ما راح صفك إياهم إن شاء الله ماشي ولا يهمك تكرم معنا حبيبي أنا اليوم بدي أحكي عن موضوع إنه بتعرف في كثير مصلحين أو مصلحين سيارات لما نحكيها عفوا مصلحين سيارات عرب وأتراك وأجانب بشكل عام وفي كثير ناس ما عند يعني مثلي ما عنده فكره بالميكانيك فعم ينتصب عليها فانا بدي اياك توضح لي النقاط اللي لازم ندير بالنا يعني ناخذ بالنا منها مشان ما ينتصب عليهم مشتريات القطع يعني بس تروح على الميكانيك انت وتقول له السياره صلح لي اياها وخالصه مخلصه مع قطع هو عم يجيب القطع انت ما عم تعرف القطع اللي عم تركب زياده اصليه ولا لا ما عم تعرف القطع اللي عم تتغير مزبوطه ولا لا يعني في كثير ميكانيكيه هون بيقولوا لا غيرنا هالقطع ما بيغيروا لك اياها وفوتوا السيارة اللي عنده بيصلح شغلة وبيخرب شغلة تانية حتى ترجع ثاني مرة اللي عنده كمان وأنا هون شو بدي أعرف إنه غيره ولا هلا هون أول طب تختار القطعة القديمة هي أهم شغلة آه. يعني القطعة القديمة تقول أنا بدك إياها وبدي الكرتون يحط لي القطعة القديمة بالكرتون وتعطيني إياها حتى تأكد شو نوعية القطعة اللي جاب لك إياها والقطعة القديمة إنه تغيرت مزبوط تغيرت أغلب الأوقات القطعة القديمة تأخذها معك أحسن شيء أو على اللي تشوفه تقول له أجيني القطعة القديمة كيف راحت شو نوعيه القطعه اللي جيت ركبتها بتختلف نوعيه القطع اكيد في كثير نوعيات يعني في مثلا اذا بنحكي مثلا بدي برياج كوبلم واسمه الالماني في عندك ببلش من ال 20 يورو بتوصل لل 100 يورو وهون ممكن لك انه انا اشتريته ب 100 يورو شفت تبع ال 100 وركب لك تبع ال 20 مثلا انت بتدفع تبع ال 100 وانت معكش خبر تمام هاي نقطه حكينا عنها شو في نقاط ثانيه لازم انه دير بالي منها في نقطه مثلا اذا ضوى شيء عندك على تابلو ابي اس ايرباج او ضوى الموتور مثلا وجيت على ورشة ميكانيك بدك تفحصها للسيارة في نقطة كتير مهمة انه بس عم يفحص على سكانر لازم انت تقرا معه شوف شو عم بكتب السكانر اللي هو الكمبيوتر هو عبارة عن الكمبيوتر اللي بفحص السيارة حلو انه وقت مثلا ضوى الموتير بضوى على مليون ألف شغلة بالسيارة ما بضوى على شغلة واحدة وإذا قال لك مثلا هاي الشغلة خربانة قول له اوكي بدي ورقة من عندك انه شغلة هاي خربانة يعني بده هو الضوء ممكن يكون لشغلة زيت او مثلا ممكن يكون برغي او يمكن يكون برغي يكون جلد يمكن شغلة بلا طعمة حلو بس يكبر لك القصه ويغلي لك السعر ويقول لك تركب السياره عندي وغب لك يومين ورجع بكون شغلتك بكلف 50 يورو بتطلع ب 300 400 يورو من عنده طيب علم على اهلها مثلا انا سيارتي فوضى في حال عطلت الافضل اني اروح على الشركه المركز الرئيسي ولا بشوف مثلا ورشه بريفات او ورشه مثلا هاوي ولا عم يشتغل ميني جوب ولا امور هي هلا ما في شك الورشه الاوريجينال هي احسن بس هناك اول ما تفوت على الورشه اول ساعه ببلش 150 يورو إذا ما عملوا لك ولا شيء بس تتفرج على بس تفرجوا على الباك شات لجوا وبدهم يشتغلوا بالسيارة على الساعة بيشتغلوا كثير غالي إذا بتلاقي ورشة بريفات برا زلمة واثق منه بيكون أحسن وقد ما نصب عليك بدل أوفر من الشركة وبالنسبة لتفوتي على الشركة إذا معك سيارة موديل جديد مثلا موديل 2015 16 يعني عمرها سنتين ثلاثة الأفضل تروح على الشركة ليش؟ بالشركة إذا بتعمل لها غيار الزيت وفلتر الهواء وهالقصص هاي بالشركة بصير عليك معك جارنتي على الموتير وعلى الفيتيس وفي كثير شغلات كفاله هي الكفاله واذا هاي الشغلات بتعملها عندي بريفات برا الكفاله بتروح عن السياره ما عاد معها كفاله بس انه بشكل عام السيارات القديمه السيارات القديمه الافضل تصلحها عندي بريفات لانه ما بتوفي معك تصلحها بالشركه يعني حرام عندك حارة جديدة بلادك بقت يا مسكين سافرت بلاد بعيدة
بدنا سعيدة رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة بقلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة رغم الحسرة والتعتير لسه بلادك محفورة قلبك وإنجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة وبكرة بس ترجع بتصير بلادك حرة ومعمورة